Sekarang kita baca surat apa uh, Abbas saya. Juz 30. Ta'awudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع ذكرا أما من استغنى فَأَنْدَلَهُ تصدى وما عليك الا يزكى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنزله فأنضع ندع لها قل لا إنها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سَبَرَ كرام إرام برره إرام برره قُدِلَ <ققضل> الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته وأقبره ثم إذا شاء, آه ثم شاء آه شَرَّهُ قَلَّا قل كلا لما يقم ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سبب الماء صبا وأنبتنا فيها عبا وعنبا وقبا والزيتون ونهلا وحدائق غلبا وفاكهة وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت صاخ فإذا جاءت يوم يفر المرء من عهيه وأمه وأبيه فإذا جاءت صاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني وصاحبته وصاحبته وبني يغني وصاحبته وصاحبته <applause> <applause> وصهيبة وبني وصاحبتي وبني بكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قبره اولئك هم الكفره الفجره أنت